يعد القطاع الصناعي الركيزة الأساسية في تنمية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وقد أدى دخول السلع الأجنبية المستوردة إلى العراق بشكل كثيف بعد عام 2003 وضعف الدعم الحكومي للقطاع الصناعي وتأثيرات الوضع الأمني إلى إغلاق الكثير من المصانع في القطاعين العام والخاص وإضعاف دورهما في الاقتصاد، حتى وصلت نسبة المعامل المتوقفة لوزارة الصناعة أكثر من الثلث. اقتصاديون يؤكدون أن خطط التنويع الاقتصادي يجب أن تعمل على دعم القطاع الصناعي كمحرك أساسي للاقتصاد، وذلك لدوره الريادي في التأثير على رفع مستوى الإنتاج وإيجاد فرص جديدة للاستثمار، ولغرض النهوض بواقع الصناعة الوطنية لكي تأخذ دورها في دعم الاقتصاد. وتتبنى استراتيجية التنويع الاقتصادي مجموعة من الحلول والإجراءات لتطوير الصناعة، منها دعم المنتجات الصناعية المحلية مدعومة بأدوات الترويج والحماية التجارية وإعادة ثقة المستهلك المحلي قبل غيره بها، لا سيما وأنها خاضعة لشروط الجودة والسيطرة النوعية بخلاف الكثير من السلع والمنتجات المستوردة التي قد تكون مجهولة المنشأ والمواصفات، إضافة إلى وجوب إلزام الوزارات ومؤسسات الدولة بشراء احتياجاتها من منتوجات الصناعة الوطنية لتشجيع الصناعات المحلية وتنمية وتطوير المهارات والإمكانات البشرية والمادية من خلال تطوير مهارات وخبرات العاملين في القطاع الصناعي. فالعراق يملك خبرات وطنية متطورة وأيدي عاملة ومواد خام وثروات طبيعية هائلة تكفي لتشغيل وتطوير الكثير من الصناعات المختلفة. وفي الوقت الذي تستمر به الدعوات ومطالب مختصين بضرورة إنشاء مدن صناعية ومناطق حرة قادرة على جذب وتوفير فرص العمل، كشف وزير المالية مؤخرا عن توجه حكومي لإنشاء مدن صناعية جديدة والعمل على رفع القيود بالمناطق الحرة، لافتا إلى أهمية إيجاد قوانين جاذبة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص. لبرنامج دينار، أحمد محمد صالح، العراقي الإخبارية، بغداد.